الساعة الأولى من جولة الظهيرة، حياكم الله مشاهدينا، نبدأها بأبرز العناوين. النظام يدعو واشنطن للتعاون في الحرب على الإرهاب، والأخيرة تحمل الأسد مسؤولية ظهور تنظيم الدولة. فصائل الثوار تجتمع لتحديد موقفها من مفاوضات جنيف، والاستخبارات الأمريكية ناقشت مع موسكو مصير الأسد. اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة غرب القلمون تمتد لداخل الأراضي اللبنانية.